طيب نروح لخبر كمان. النجم المصري رمضان صبحي جناح مصر وستوك سيتي الإنجليزي اجتاز الكشف الطبي بنادي هرسفيلد تاون. طيب نروح ناخد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي. كابتن نادر أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك، ازيك يا بيزو، أخبارك إيه؟ منور الدنيا. لا شرف لي ان اكون اخاك من الاهلي بتاعك. ربنا يخليك يا حبيب قلبي، واحنا نتشرف بيك، وطبعا كلك نجاحات وحاجه احترافيه مميزه جدا جدا جدا، كل التوفيق ليك في ما قادم باذن الله. ربنا يخليك يا رب، والف مبروك على حق الرعايه بس الفضائي جاتيجا تفرق من الاهلي. صح شويه، لان رمضان لسه الاختبار الطبي والكشف الطبي والنتيجه، هم فتحوا مخصوص امبارح عشانه يوم السبت، فهتاخد سبت وحتى النتيجه تطلع الاثنين بكيت الرحمه. تمام تمام، لكن الموضوع منتهي. بص بقى، منتهي بالنسبه لي انا لما يكون كل حاجه على الورق والضغط موجوده. منتهي؟ لا لسه مش منتهي، لكن حصل ان احنا رحنا امبارح. حصل ان احنا رحنا امبارح، رمضان طلع من ايطاليا، انا طلعت من القاهره وتقابلنا هناك وعمل الكشف الطبي، وهو رجع تاني على المنتخب وانا رجعت على مصر. يعني بنحاول نطمن الجماهير المصريه يا كابتن ادهم. انت عارف الجماهير المصريه دايما بتشوف لاعبتها بره قلقانه عليهم، عايزين رمضان يلعب في الدوري الممتاز تاني. يعني نطمنهم بنسبه كام؟ الاسباب اللي احنا خدنا قرار بصراحه، لان ده بالنسبه لي مش هتمنى ناخد مجازفه. عجبني جدا في نادي هارتفيلد ان المدرب متمسك جدا برمضان وعايز رمضان ومؤمن بامكانياته، وده اللي خلاني او خلاني نفضل ان احنا يعني نروح هدلفيلد او يبقى في سكه لهدلفيلد عن الانديه الثانيه. تمام. اسالك سؤال بعيد شويه عن رمضان يا كابتن نادر. عندك طبعا احتكاكاتك الخارجيه كبيره جدا ما شاء الله، وعندك كمان كميه احترافيه ما شاء الله برضو عليها في توصيل اللاعبين لمكاناتهم الاوروبيه في اي نادي يليق باللاعب او يليق بامكانياته على الاقل. شايف اللعيبه المصريه فين من الكره الاحترافيه؟ بص خلينا نتفق ان محمد صلاح خلى طموح اللعيب المصري في حته ثانيه خالص غير زمان. تمام. وغير كمان الفكر الاحترافي بالنسبه للنظره لمصر. طبعا ده اكيد. هو بقول لك خلى الطموح موجود للانديه كمان ان هم يشوفوا يجيبوا محمد صلاح تاني. دي حاجه بتفتح السوق. انا دايما بقول ان محمد صلاح بيساعدنا احنا في شغلنا كوكلاء لاعبين. تمام. اي حد ممكن يحترف اي حد، المهم تكون انت عايز تعمل ايه في الاحتراف بتاعك وعايز توصل. تمام. لكن انت ممكن تحترف في الصين، تحترف في تايلاند، تحترف في اي حته في الدنيا. احتراف اصله مسمى الاحتراف، ممكن تحترف في اي حته. لكن انت عايز ايه من الاحتراف؟ هو ده اللي الواحد يركز عليه ويكون عايز يعمل ويوصل لاعلى حاجه. تمام. يعني برضه اسالك سؤال، لو حابب ترد رد، مش حابب يعني دي حريه شخصيه ليك. حاطط مين تحت عينين نادر شوقي ان انت تطلعه بره في اقرب فرصه؟ احمد ياسر ريان. مين تاني؟ ده اللي مركز معاك ده. احمد ياسر ريان. شكرا جدا على صراحتك كابتن نادر شوقي وكيل اللاعبين الناجح جدا، كل التوفيق ليك فيما هو قادم، وان شاء الله تنقل لنا لعيبتنا نقله كده تليق بيهم، ونقول ان احنا عندنا لعيبه بتلعب كره هجوميه مستر كوبر.